دايم ناس والله ندخل بارات في اوروبا وامريكا وبريطانيا عشان ننصح الشباب العربي اللي يشرب خمر في البارات والمراقص فندخل نتكلم فيجي في واحد مطوع الله يقلع وجهك كش وكب الخمر هنا بس اقول كذا جزاك الله خير الله واطلع والله العظيم ما يجي بكره اللي يدور الفندق اللي انا ساكن فيه ولا المركز اللي انا ساكن فيه والله انه يجي يدورنا وين الاسمر ذاك وباللحيه ذا وينه فيجي يسلم علي يحب راسي لاني ايش اعرضته كما قال الله تعالى واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايش؟ قالوا سلام